بشكل مودريت قوي قوي يعني، اللي هو السؤال العادة السرية مضرة مفيدة؟ ما هو عشان كده بقول لحضرتك يعني اللي محتاجها قوي بيحس. عشان كده بيقول لي شباب مثلا يقول طب يعني نعملها ولا ما نعملهاش، اقول له انت رقيب على نفسك وابقى دافع عن نفسك قدام ربنا وقدام صاحبك، لان هو اللي بيعملها فور فان لا دي مضره جدا، بيعملها كده عشان يتسلى او عشان هو احساس لطيف او ان هو قاعد زهقان ساعتها يقول انا قاعد زهقان فقلت اعملها. لابد من تصحيح هذه ما قلت لك اللي ايه. بص 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 نتكلم بقى ايه، نتكلم ايه ما 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 بس ما عشان بس ايه فور فان لا دي مضره جدا، بيعملها كده عشان يتسلى او عشان هو احساس لطيف او ان هو قاعد زهقان ساعتها يقول انا قاعد زهقان فقلت اعملها، انا اصلا زهقت من المذاكره فقلت اعملها. يعني حاجات لا لا ما ينفعش خالص. هو ربنا سبحانه وتعالى حتى على فكره باجماع الفقهاء ان هو لو ربنا سبحانه وتعالى وباجماع الفقهاء قالوا ايه؟ ادرك بيها ضرر اكبر. يعني مثلا لو في الم، يعني لو في الولد ده او الشاب ده حاسس بالام في اعضائه الجنسيه من كتر ما فيها احتقان لا لازم يعملها عشان كده بيدور نفسه. لو حتى هيبتدي مثلا ان هو يقع لا سمح الله في زنا او في خطا اكبر لا يعمل العاده السريه عشان يحمد شهوته وهكذا. لكن ان هو يبقى اي وقت واي مكان واي عدد واي يا جماعه يا جماعه يا جماعه ارجوكم يا جماعه ارجوكم يا جماعه يا جماعه جسم الانسان وجسم الحيوان لا يختلف. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بالغريزه. الكلب بتلاقيه برضو بيعمل كده، بيقعد ايه بيقعد يعمل لنفسه واخد بالك. فانتوا انتوا الكلام الكتير فيها بيعمل النورمال اب نورمال، يعني بيعمل الحاجه الشيء الطبيعي غير طبيعي واخد بالك انت ازاي. فاحنا عندنا كل حاجه طبيعيه حرام، يعني النكاح حرام بس احنا بقينا زي الارانب والقرود على الشجر ازاي؟ هل 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 هذا هل هذا وذاك من بركه دعاء الوالدين؟ ها ها يا جماعه الخير. لا والله والله اقسم بالله لا والله والله ابدا. الموضوع كله واخد بالك انت ازاي؟ ان ضرب العشره حلال محلل حلال. ليه بقى؟ ليه بقى؟ اسمع استنى بس نشد الجوان. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال لك ايه؟ انه عزيز غفور رحيم جبار جبار جبار. ارجوكوا يا جماعه ارجوكوا يا جماعه ارجوكوا ما تكفروش يا جماعه. ولبدنك عليك حق، علي الحرام من ديني. يلا اسمعني يلا. انت النهارده في عصر التكنولوجيا هتجيب البتاع الشامبوهات والبتاع كتير قوي واخد بالك انت ازاي؟ والعمليه بقت سهله، الاول ما كانش فيه حاجه طف ووسع، النهارده ما فيش ريحه جميله حلوه وقاعد متكيس وعمال واخد بالك انت ازاي بتديها. وبعدين رياضه وانت بتتمشى ممكن وفي اي حته تعملها على البحر في الجنينه في الجنينه اي انت شغال البتاع عشان بيسجل. نكمل يا ابن بص مين المذيع ابن الوسخه ده يا جماعه؟ مين ابن اللبوه ده وقاعد قدامها بص بيقول لها يا ابن الوسخه؟ اسمعوا اسمعوا طريقه حتى الاداء اللي على السريه لا ده انا كمان برشدهم الاولاد. هي بترشدهم الاولاد بتقول لهم انت طالع تجيب زبك. انا عايزين كلام يا جماعه، انا عايز اقول لك فين ابوكوا وربنا دي واحده شيبس لحظة اسمعك يا جماعه خير ما كنتش دي لهم كانوا زمان جوكم هنا اسوسو صباح الفل سنينك عسل يالا. انت ربنا وعدك بشعب ابن متناجع عليا الحرام من ديني. الله العظيم ثلاثه